السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرض المحروز رقم 1 بالنسبة للدورة الثانية مادة الاجتماعيات المستوى الثالث ثانوي إعدادي. إذا نبدأ أولا بالتاريخ، تعاريف وأسئلة موضوعاتية. أولا عرف المصطلحات التالية: الحزب النازي، وعندكم المجال الحيوي. إذا بالنسبة للحزب النازي واختزال، للحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان، تأسس سنة 1919 واستمر في نشاطه إلى غاية اندحار ألمانيا. في الحرب العالمية الثانية بالنسبة للمجال الحيوي، سياسة تهدف إلى التوسع في الأراضي الموجودة في شرق أوروبا باعتبارها ضرورية لحياة الشعب الألماني. ثانيا، أبرز خصائص النظام الدكتاتوري للحزب النازي مع شرح كل خاصية. إذا هنا بالنسبة للخاصيات كاينين 4: عنصري، شمولي، توسعي، وكاين عندنا الاقتصاد والمجتمع. إذا غادي نبداو بالنسبة لعنصري مع الشرح. إذا تؤمن بتفوق ونقاء عنصرها مع كراهية اليهود والسود. الآن شمولي: تطبق نظاما دكتاتوريا شموليا يقر بالحزب الوحيد مع منع حرية التعبير. وقمع المعارضة. الآن توسعي، إذا قلنا عنصري شمولي، الآن توسعي. إذا خاصة بالمجال الحيوي، التوسع على حساب الدول المجاورة. الآن الاقتصاد والمجتمع، اعتماد
سياسة التخطيط والاكتفاء الذاتي مع توجيه الصناعة نحو المنسوجات غادي نكمل هنايا التجهيزية والعسكرية. إذن هنا عندي ضيق في المكان، ما عنديش لسباس باش نكتب هادشي كامل، ولكن على العموم راه كنظن انه باين. وايضا راه ملي كنكون كنكتب يعني تنقرا يعني تنهضر، يعني نتوما ملي تكونوا كتسمعوا الفيديو خذوا ورقه وستيلو وبقاو كتصنتوا ليا وكتكتبوا تعريف في ورقه. الان بالنسبه للسؤال الثالث، اتمم الجدول التالي بذكر نتائج الحرب العالمية الثانية على المستويين الاقتصادي والسياسي. اذا هنا عندنا النتائج الاقتصادية وهنايا النتائج السياسية. اذا غنبداو بالنتائج الاقتصادية، انخفاض مستوى المعيشة داخل اوروبا، داخل اوروبا ايضا ارتفاع المديونية والاسعار وتدمير البنيات التحتية. بالنسبة للنتائج السياسية، تحول دول أوروبا الشرقية إلى الشيوعية أيضا، توسع بولونيا في اتجاه بحر البلطيق. ننتقل الآن إلى الثانية، تربيع المواطنة الاشتغال على وثيقة. من مفاخر الدولة المارينية خزانة القرويين العامرة التي تعرف بحق بأنها مؤسسة فكرية مشيعة ومعلمة عمرانية رائعة تدخل ضمن التراث بصنفيه التراث المبني والتراث المكتوب، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى منتصف القرن الثامن هجري الرابع عشر ميلادي على يد السلطان الماريني أبي عنان فارس المتوفي سنة 759 هجرية. وقد كانت بحق نشيطة في عملها، مؤدية لرسالتها ومحققة لأهدافها منذ تأسيسها قبل سبعة قرون إلى يومنا هذا، مما جعل منها إحدى معالم فاس الحضارية والعمرانية. وقد ساهمت الدول المتعاقبة على الحكم ببلادنا في الاهتمام بها وتوسيعها وتحسين ظروف خدمتها، مما جعل هذه الخزانة قادرة على تأسيس الحداثة وتحديث الأصالة باستمرار. مأخوذ من الموقع الإلكتروني لجريدة العلم www.alalam.ma. إذا السؤال الأول، حدد نوعية الوثيقة ومصدرها. إذا واضح من خلال قراءة النص فهو عبارة عن نص تاريخي. بالنسبة لمصدر الوثيقة دائما تكون في الأسفل، يعني مصدر الوثيقة هو الموقع الإلكتروني لجريدة العلم، وغادي نكتبوا الموقع www.alalam.ma. ثانيا، نعرف ما تحته خط التراث. عندنا التراث المبني وايضا كاين التراث المكتوب. اذا بالنسبه للتراث هو خلاصه ما خلفته الأجيال السابقة للأجيال الحالية. بالنسبة للتراث المبني
هو تراث مادي يشمل المباني الأثرية والتاريخية ويتميز باختلاف وظائف مكوناته. بالنسبة للتراث المكتوب، المخطوطات والوثائق التاريخية الموجودة في الخزانة العامة للمملكة بالرباط، وأيضا لدى بعض الزوايا. سؤال ثالث، استخرج الأدوار التي لعبتها خزانة القرويين العامرة في إثراء الحضارة المغربية. إذن كيف ما كتلاحظوا، كانت من خلال النص كانت نشيطة في عملها، مؤدية لرسالتها ومحققة لأهدافها. الأدوار التي لعبتها خزانة القرويين العامرة في إثراء الحضارة المغربية هي نقطتان، العارضة الأولى نشيطة في عملها، العارضة الثانية مؤدية لرسالتها، العارضة الثالثة محققة لأهدافها. ننتقل الآن للسؤال الرابع، درسنا في أحد الدروس عبارة نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية، عالم مشترك، مصير مشترك، وضح هذه المقولة بإيجاز. إذا من خلال هذه المقولة، إذا العالم يتقاسم الكرة الأرضية وهي تعتبر نظاما مشتركا بين جميع سكان العالم. لذا المخاطر المناخية والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية التي تهددها الكل مطالب بمواجهتها. لأن هذا هو الحل الذي سيمكن من مواجهة هذه المخاطر. إذن عفوا كملت في هذا المكان لكي رخصني نكمل لكم الإجابة. إذن هذه الكمالة ديال السؤال الرابع. الآن ننتقل، بالنسبة اللي بين قل الإجابات بقوا ديروا بوز الفيديو، وقفوا الفيديو ونقلوا لغيبونس عندكم. بالنسبة للفرد راه غادي تلقاو الرابط ديالو أسفل الفيديو، يعني داخل صندوق الوصف، غادي تمشيو تكليكيو عليه وغادي يديكم الموقع اسهام.com وغادي تيليشارجيو باش تشتغلوا عليه.
وايضا راه عندنا صفحه على الفيسبوك اللي سميتها اسهام تربوي، حتى هي غادي تلقاو الرابط ديالها. اذا دخلوا ليه وتابوناو في لاباج، لاننا غادي نحطوا فيها مجموعه من الفروض اللي متعلقه بالسنه الثالثه اعدادي. اذا ثالثا الجغرافيا، هنا عندكم موضوع مقالي: تعتبر اليابان قوة تكنولوجية استطاعت تجاوز إلغامات الوسط الطبيعي من خلال استغلال العقل والقوة البشرية. حرر أو حرري في حدود 10 أسطر موضوعا مقاليا تبرز أو تبرزي فيه إلغامات الوسط الطبيعي لليابان على المستوى التضاريسي والمناخي ومصادر الطاقة والمعادن، أيضا مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية في المجال الصناعي ملحوظة، يجب احترام منهجية كتابة نص مقالي، يعني المقدمة العرض والخاتمة. وهاد النقاط اللي كتبوا لكم هنايا في الموضوع هما اللي غادي تحدثوا عليهم. انا غادي نكتب لكم هنايا واحد الموضوع مقالي بخصوص هاد لو سوجي هذا، وانتم تقدروا تكتبوا اي حاجه، لان التعبير كيختلف من تلميذ الى تلميذ اخر. وبطبيعه الحال راه ملي غتكتبوا هاد الموضوع المقالي راه غادي توظفوا هذاك الشيء اللي قريتوا في الدرس، يعني خصكم تكونوا حافظين وفاهمين داك الشيء اللي كتبتوا. يلا انا غادي نعطيكم واحد ليكزامبل اللي غادي تمشيو عليه. اذا غادي نبدا بالمقدمه. اذا اول حاجه ملي تبغيو تبداو بقاو تدخلوا شويه من السطر، يعني ديما البدايه بداوها من هنا، يعني باش تعبروا على ان هذه الفقره متعلقه بالمقدمه. ايضا ملي نبدا العرض عاوتاني غادي نبداها، غادي ندخل شويه من السطر ونبداها من هنا، يعني العرض. الخاتمه نفس الشيء، واضح؟ يلا انا غادي نبدا دابا بالمقدمه. تعتبر اليابان نموذجا للدول الصناعية الكبرى في العالم. شتو دابا ما غاديش ندخل، دابا غادي نكمل في السطر عادي. والتي استطاعت أن تتحول إلى قوة تكنولوجيا عالمية. استطاعت أن تتجاوز بها إرغامات الوسط الطبيعي. تمام، ندير نقطة. الآن غنكتبو الأسئلة، ضروري الأسئلة في المقدمة. فما هي إرغامات الوسط الطبيعي لليابان؟ علامة استفهام. وأين تتجلى مظاهر القوة اليابانية في المجال الصناعي؟ إذا إلى لاحظتوا معايا راه الأسئلة اللي كتبت راه منين خديتهم؟ خديتهم من هاد النقاط اللي بغاونا نتكلموا عليهم، لأن هنا قالوا لكم تكلموا لي على الإرغامات الوسط الطبيعي ومظاهر القوى التكنولوجية في المجال الصناعي. راه هذاك الشيء اللي طرحت انا في الاشكاليه، لان هذه الاشكاليه خصنا نجاوبوا عليها في العرض. ودائما في المقدمه كديروا التعريف مثلا ديال هذاك الشيء اللي طلبوا منكم، هنا تكلموا لكم على اليابان قوه تكنولوجيه الى غير ذلك. اذا هنا خصكم تذكروا هذا الشيء في التقديم، يعني تعتبر اليابان نموذجا للدول الصناعيه الكبرى الى غير ذلك، يعني كيف ما كتبت انايا هنا. دابا غادي نجي باش نكتب العرض، يعني غادي نجاوب فيه على هذه الاشكاليه اللي طرحت. اذا كيف ما قلت لكم عاود ثاني في العرض غادي ندخلوا شويه للسطر باش نبينوا ان هذاك راه عرض. تعاني اليابان من توالي مجموعه من الكوارث الطبيعيه
حيث يخترقها خط الزلزال الذي يعرضها لهزات كثيرة وعنيفة. بالإضافة إلى انتشار البراكين، وهي تفتقر أيضا إلى الثروات الطبيعية وتستورد أغلب حاجياتها من الخارج، كما أن مساحة البلاد صغيرة بالمقارنة مع عدد السكان، في حين يبقى الماء الثروة الطبيعية الوحيدة التي تميز اليابان، حيث يمكنها القيام بأنشطة زراعية تحقق أحسن مردود فلاحي، في العالم. يساهم في وفرة الغابات والكهرباء، وتتجلى القوة التكنولوجية اليابانية في المجال الصناعي، حيث تعرف الصناعات العالية التكنولوجيا كصناعة الحواسيب انتشارا كبيرا، وعلى مستوى البنية التحتية من مطارات وقناطر مجهزة بتقنيات مضادة للزلازل، الآن بالنسبة للخاتمة إذن حتى هنايا غادي ندير لا ميم شوز، يعني غادي ندخل شوية السطر. رغم أن اليابان تعاني من نقص المواد المعدنية، والطاقية، لكنها تمكنت من أن تصبح قوة تكنولوجية
عالمية تغزو العالم بمنتجاتها الصناعية. وكنكونوا قد انتهينا من الموضوع المقالي، لان كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. راه غادي نقوم بوضع مجموعه من الفروض المصححه، لان ما تنساوش تخليوا لي ان كومونتير تقولوا لي الفروض اللي غادي تدوزوا الاسبوع المقبل. وايضا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. اتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء.